هاي فكرة تانية جات أزاز تقيل لونه أحمر بشكل مرتب فيه كرات البرق الذهبية وكرات البرق الكبيرة الحجم الكبير الأحمر مثل ما أنتوا شايفين مع هاد الصحن النحاسي طلعوا ما أروع شكلها. الفكرة إنها ثابتة وبنقدر ننظفها بأي وقت هيك من تحت طلعوا ما أروعها ما أروع شكلها. بنقدر ننظفها بالمي حتى ما تتغلغل الغبرة فيها مع الأيام. هاي الهدايا ممكن تنفع للكريسماس ممكن تنفع للفالنتاين وممكن كمان كادو لأي مناسبة للناس اللي بيعزوا قلبنا.